انا مبسوط قوي ان انا بحضر الافتتاح بتاع الجامعه الالمانيه في المانيا في برلين. دي حاجه بالنسبه لي كانت لافته جدا. يعني ايه جامعه المانيه في المانيا يعني؟ والاصل بتاعها في القاهره، لكن لما جيت وشفت المكان حسيت ان انا فخور، وان المصريين فعلا لما بيعوزوا يعملوا حاجه يعملوها. انا مبسوط ان الاقيها بس مش مكتوبه بالالماني ولا بالانجليش، لكن مكتوبه بالعربي كمان في المانيا مرفوعه كده. واتمنى ان اشوف علم مصر مرفوع على هذه الجامعه. مبسوط ان الجامعه هتستقبل الطلاب المصريين اللي موجودين في القاهره، هيجوا هنا علشان يستفيدوا ويكتسبوا خبرات مختلفه تماما. احنا قادرين ننقل ده بلدنا، لكن لما بننقل فكره الثقافات ما بتنتقلش بس بالكتب ولا بالمناهج، ولكن بتنتقل ايضا بالممارسه، بمخالطه شعوب اخرى. مبسوط بالامكانيات اللي انا شفتها في المكان. يعني انا شفت الجامعه في القاهره، فشايف ان فيها امكانيات كمان كبيره، لكن هنا بالمساحات الضخمه دي ان يبقى في مبنى كبير مكتوب عليه بالعربي الجامعه الالمانيه بالقاهره، يعني مش عارف اقولها ازاي. يعني دايما الجامعه الالمانيه في القاهره المانيا اللي جايه لنا، لكن الجامعه الالمانيه اللي في بلدنا جايه لكم بالقاهره، ده حاجه جميله جدا. دايما كل حاجه بتبتدي بفكره، الفكره بدات، وطالما بدات هتنجح، وطالما هتنجح يبقى هتتكرر، وطالما هتتكرر يبقى مصر هتتغير ان شاء الله. ممكن تكون الجامعه الالمانيه في المانيا بدايه جديده لصحوه في القاهره. شكرا لكم. أنا الحقيقة سعيد للغاية بأن حضرت النهاردة حفل افتتاح الجامعة الألمانية في القاهرة فرع برلين، وشيء مشرف جدا اللي احنا سمعناه من وزيرة التعليم الفيدرالية ووزيرة أخرى وزيرة الشؤون الخارجية وعدد من الشخصيات البارزة في ألمانيا. الحقيقة أنا بشعر بالفخر أن احنا بعد نجاح تجربة الجامعة الألمانية في القاهرة يبقى لها فرع في برلين، وسعيد بالشهادة الألمانية اللي على مستوى رفيع في حق هذه الجامعة. وقالوا الحقيقة إن زي طالب كان بيدرس في جامعة في ألمانيا يبقى عنده حلم إنه يعمل جامعة ألمانية فينجح فيها في مصر، ثم بعد كده يفتحوا فرع ليها في برلين. الحفاوة اللي استقبلنا بيها إحنا المدعوين في حفل افتتاح كانت رائعة. فخرنا كان كبير جدا بالشهادات الألمانية المتعاقبة لصالح الجامعة الألمانية في القاهرة. كمان عرفت لأول مرة إن الجامعة الألمانية في القاهرة هي أكبر جامعة ألمانية خارج ألمانيا على مستوى العالم، وفرحت كمان إنها أول تجربة لجامعة ألمانية خارج ألمانيا تفتح فرع في العاصمة برلين. سعيد كمصري وسعيد كحد مهتم جدا بالعملية التعليمية، وفخور إن عندنا جامعة بهذا المستوى يمتد عطاؤها ما بين القاهرة وبرلين. يعتبر مقر الجامعة الألمانية المصرية في برلين حدث كبير جدا يخرج عن نطاق خدمته للجامعة الألمانية المصرية فقط، بل يخدم جمهورية مصر العربية ويعمل على زيادة العلاقات الثقافية والتعليمية ما بين البلدين، خاصة أنه سيتيح للشباب المصري أيضا أن يطلع على أحدث وسائل العلم والتكنولوجيا في الجامعات الألمانية، سينخرط في وسط الثقافة الألمانية ويلتقي مع الأساتذة الألمان وفي كل المراكز البحثية الألمانية داخل ألمانيا، مما سيعود بالنافع على الطالب من ناحية وعلى البحث العلمي في مصر أيضا. رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم. النهاردة هو قمة الإنجازات، إنجاز حقيقي، فخر لكل جامعة مصرية. اللي سمعته النهاردة من مسؤولين ألمان كبار، أنا ما كنتش مصدق نفسي أن كل هذه القمم، كل هذه المسؤولين في مكان واحد. أتمنى الإفادة، ونتوقع الكثير، وأتوقع شيء كبير وخطوة للأمام من حيث المضمون، من حيث خريج الجامعة الألمانية، أن نشوفهم في مراكز متقدمة في أنحاء مصر ومع العصر الجديد ومع نجاح الثورة في المستقبل إن شاء الله. محمد سيد.
التعليم أو طريق التعليم هو الطريق الحقيقي في التواصل بين الشعوب وفي ترسيخ مفهوم العلاقات الحقيقية ما بين مصر وألمانيا تحديدا. وألمانيا في أوروبا تهتم بالمجال الثقافي ومجال التعليمي، نتمنى أن ذلك ينعكس على مستقبل العلاقات بين البلدين في المستقبل بإذن الله. عادل السنهوري، مدير تحرير يوم السابع. شيء جميل ان الواحد يشوف اي انجاز مصري خارج مصر يلتف المصريون حوله، وخاصة لما يكون في مجال العلم والتعليم ويكون بيساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة التعليمية واعداد الكوادر المصرية اللي هيكونوا يعني رسل مصرية في الخارج، واللي اكيد هيرجعوا يفيدوا البلد بيها. شعور جميل جدا لما تبقى يعني تبقى برلين وكل الكلمات او العناوين او الطرق كلها مكتوبه باللغه الالمانيه، وفجاه تلاقي جامعه الالمانيه وبادج الجامعه الالمانيه ببرلين، وحاجه جميله انك تشعر ان جوه مصر بتخرج حاجه من جوه مصر تروح دوله اوروبيه. دايما عاده اوروبا هي اللي بتعمل فروع عندنا، هي اللي بتيجي مصر. احمد الدين حسين، رئيس تحرير جنون الشروق. النهارده الصبح كنت قاعد مع مسؤول الماني، قال كلمه عجبتني جدا: الجامعه الالمانيه في القاهره افضل سفير لالمانيا في مصر، والعكس صحيح. الجامعه الالمانيه كانت نموذج محترم، نموذج متقدم، اذا قدرنا ننشره في اكثر من مكان يبقى عندنا فروع كتيره في اي وقت وفي اي مكان، اظن هنكون بدانا السير على الطريق الصحيح. Thank you.